ضحك عليك يا خايبة، نسيتي الكلام اللي قلناه في الحجز؟ أعمل إيه يا غالة؟ أعمل إيه؟ يا بنت ده هيتجوزك بس عشان يلم الفضيحة اللي عملها محروس، بعد شوية يا أختي هيزهق ويندم وتبقى اتحسبت عليكي جوازة. ما أنا قلت له كده، قال لي لأ. يقول زي ما هو عايز، أنت من بكرة تنزلي الشغل وتنسي الموضوع ده خالص وتولع البلد باللي فيها. أرفضه؟ على الأقل تهمدي شوية وتفكري بعقل. بقولك هيتجوزني، هو في بعد الجواز كلام؟ لا، بس في قبل منه كلام كتير. ما يوسف قال انه هيتصرف. هيتصرف في ايه ولا في ايه؟ ده لسه متبري منك في الاسم. ما هو عشان ما يحصلش كده تاني. طب واخته؟ ما انت عارفه رايها كويس. يا خاله، قال لي هيتصرف. هيتصرف امتى بس؟ بعد الفسمه تكون وقعت في الراس؟ هتعيشوا فين؟ هتاكلوا منين؟ وامك واخواتك؟ ما هو لو عملنا حساب لكل ده عمرنا ما هنتجوز. يا سكره يا حبيبتي، لو هتمشي ورا قلبك هتروحي في داهيه. الراجل يا حبيبتي ما بيخسرش حاجه، لكن الست لما بتتطلق بتبقى عامله زي رجوع العيش، بترخص وسوقها بيقف مهما كانت. انت اتجننت يا يوسف؟ ازاي تعمل حاجه زي دي؟ ملهاش حل تاني يا كوسر. عايز انا اسيبها بعد الفضيحه دي ازاي؟ كفايه اللي حصل لها في الاسم. تصدق بقى انت بتتلكك؟ انت بتتمحك عشان تتجوزها وخلاص. ماشي يا كوسر، انا بتمحك. طب انا هسالك سؤال، يعني انت كده من ساعه ما اتخرجت مفيش مثلا بنت شفتها دخلت في دماغك كده وحبتها؟ لا يا كوسر، مفيش. طب سؤال تاني، انت جاهز للجواز؟ معاك فلوس يعني؟ عندك شقه؟ يا ستي هتجوزها ونيجي نقعد هنا، متهيألي لا أكلها ولا شربها كوسر هما اللي هيقطموا وسطي. يعني مش مسألة أكلها وشربها، يعني لا، هي ده مش هيبقى جواز يعني. طيب كده أحسن ولا سيبها تعمل مصيبة تاني وتروح السجن فعلا؟ افرض العيال اللي كانوا خطفوها دول كانوا اغتصبوها. يعني أنت عايز تتجوزها عشان هي صعبان عليك؟ شفقة يعني؟ مش ده السبب الوحيد. أنا ما بفهمش في الكلام ده. شوف بقى من الآخر، إذا كان على أكلها وعلى شربها أنا هدبرهم، بس لو ليا معزة عندك بلاش تدبس نفسك في الجوازة دي. أنا متهيألي يعني إنك تعرفي السكرة كويس، عمرها ما هتقبل إنها تقعد في البيت وإحنا نصرف عليها يا كوسر. والله ملناش دعوة بقى، ذنبها على جنبها، هنعملها إيه يعني؟ يا ستي أنا عارف والله إن صدمتك وفاجئتها وفاجئت نفسي يا كوسر. طب يا حبيبي بلاش تفاجئ نفسك وفكر تاتا تاتا. يا يوسف أنت ابتديت تحط رجلك على أول خطوة، بلاش ترجعها تاني. طول ما هي في الظروف دي عمري ما اعرف اشتغل، دماغي هتفضل متشتته ما فيهاش تركيز. طب ايه رايك بقى؟ انا مش موافقه. بس بقى يا كوثر انا خدت قرار وهنفذه خلاص، انا ما عنديش استعداد اشوف ابدا سكره في الموقف ده تاني، ما عنديش استعداد انكرها تاني. الف مبروك يا سكره، الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. شوف الوليه الهبله هي وبنتها، انتي موافقه على الكلام ده يا وليه؟ الله، وموافقش ليه؟ هو انا هلاقي لها احسن من يوسف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب هي قلبها مخدره، عايزه تتجوز يوسف باي طريقه، ان شاء الله تولع الدنيا. وتولع ليه؟ هو يوسف هيلعب بيا برضو؟ قولي لها انتي يا كبيره يا عقله. اقول لها ايه؟ اقول لها ما تتجوزش اللي بتحبه. ما ينفعوش لبعض، مش قد بعض، الفرق كبير بينهم. ليه بقى؟ ما انا هكمل تعليمي بعد الجواز ويبقى معايا شهاده زي زيه. سيبيها تتجوز اللي بتحبه يا زكيه، ربنا ما يحكم على حد بالعيشه اللي انا عايشاه. مش انت اللي قلتي يا سكاره ان مهما حصل هفضل في عينيه خدامه؟ ما هو كمان هددني وقال لي لو اشتغلتي مش هنتجوز، غير رايه وانا غيرت رايي، فيها حاجه دي؟ انا مش مصدق ده الراجل كان شويه شويه هينط في كرشك يا يوسف. ما هو بفضل مين غيرك؟ أنا مش فاهمك يا يوسف، إيه اللي حصل يعني؟ هو مش الراجل جالك لغاية عندك وحلينا الموضوع؟ أيوة طبعًا حليناه، بس حليناه إزاي بقى؟ بالتمثيلية اللي أنت عملتها. ولنفرض يا أخي مش عدت وكل واحد راح لحاله؟ أنت متهيألك بس، إنما مفيش حاجة عدت. واضح إنها ما عدتش يا يوسف، واضح، لكن إزاي؟ زي الناس. هو أنت مش بعتني وفهمت الناس كلها إن أنا اللي غلطان؟ ياه انت قلبك اسود قوي يا يوسف. لسه هشرح لك تاني يا يوسف، هشرح لك تاني. انا خالص خالص والله انا ما زعلتش، ما
بالعكس انا اقتنعت بكلامك ساعتها. فاكر انت قلت لي ايه؟ قلت لي ان المصلحه هي اللي خلتني اعمل كده. صح كده، هي المصلحه. هيكون ايه تاني يا يوسف يعني؟ ولا اي حاجه. انا بقى كمان بقول لك دلوقتي ان المصلحه هي اللي خلتني اعمل كده. يعني ايه يا عم يوسف؟ لا بص يا حسام، دلوقتي انا لما انشر الموضوع ده في جريده قوميه بتوزع لها على الاقل يعني يجي 1,000,000 نسخه احسن لي، ولا انشرها في جريده نص الناس ما يعرفوش اسمها؟ الله الله الله، ده احنا ما بقيناش قد المقام يا عم يوسف. اوعى تقول كده يا حسام، هتزعلني منك. انت مقامك فوق راسي. بس هنوزع قد ايه يعني؟ 10,000 نسخه كده اهو. اللي انا عايز اعرفه بقى، انت قابلته امتى واتفقت معاه ازاي؟ لا معلش بقى، ده سر المهنه. الله الله الله. بس صدقني يا حسام، انا هعوضك زي ما انت عوضتني. لا والله كتر خيرك يا عم يوسف. لا والله ده كتير عليا قوي قوي. في حادثه. حادثه؟ اعوذ بالله. اسمع بقى، خلينا اكمل كلامي. دي حادثه مش عاديه يا عم. انا مالي؟ ولا بتاع صفحه فنيه ولا بتاع صفحه حوادث. ما هي دي المشكله، انت مسؤول عن الجرنان من اول صفحه لاخر صفحه. وبعدين موضوع انك شريك في الجرنان يظهر بس يا اخي انت اللي ما تعرفش. يعني اشاعه؟ انا مش شريك في حاجه يا يوسف. ما علينا ما علينا، سيبك من الموضوع ده. الحادثه يا سيدي عن اب مدمن بيقتل ابنه علشان ياخد الفلوس ويجيب بيها مخدرات. انا على الاقل هعمل لي بتاع 4 حلقات في الموضوع ده على الاقل، وبعدين اغطيه من كل النواحي، الاقتصاديه والاجتماعيه السياسيه الدينيه كله. اقتصاديه سياسيه؟ والله العظيم يا اخي انا لا مصدق اللي سامع بوداني ده يوسف خالص. اسمعني بس، اسمعني ما تقطعنيش، الموضوع ده مهم والله. حادثه ليها قيمتها، الناس كلها تتكلم عنها، هيكسر الدنيا. ماشي، انا هروح وانشر الموضوع في اي جريده تانية وهترجع تتضايق تاني. يعني خلاص انت وحسام بقيتوا سمنه على العسل. واكتر من كده كمان. ازاي بس؟ ده كان هيجي له جلطه بسنه. بص، التعامل مع الناس دي زي السياسه بالظبط، مفيش حاجه اسمها حب وكر، مفيش حاجه اسمها صداقه وعداوه دائمه، انما في حاجه اسمها مصالح بتحدد كل حاجه. شكلك خميس وانا مش واخد بالي ومخدوع فيك. يعني بقول لك ايه، اخبار عربيتي ايه؟ ان شاء الله هتاخدها كمان 2 3 يومين. يوسف اوعى تكون عملت بيها حادثه ولا حد من الناس اللي كنا عندهم دول كسرها لك. يعني انت عيب عليك، تحت هتشوفها ما فيهاش خدش. ده ماما هي اللي دفعالي نص تمنها ومش هتسكت. يا سيدي ربنا يخليها لك، بقول لك هتنزل تشوفها بنفسك دلوقتي. طب انت عايزها ليه بقى 3 ايام؟ هتجوز. لا لا لا، الله يخرب بيتك، اوعى تكون البت اياها اللي. استنى بس هقول لك لما ننزل تحت. يلا. طب حلو قوي، هي هتطلع البت دي، بس انا هعمل ايه في الفتره دي بقى؟ يا خاشا ميكروباصات، ده انت غريب قوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا حبة عيني، ربنا يسعدك ويهنيك يا رب. ألف مبروك يا سكرة يا حبيبتي. على فكرة يا يوسف، أنا اللي حماتك مش الولية الخايبة دي، خلي بالك من سكرك. أنت برضه هتوصيني على سكرة؟ ألف مبروك يا سكرة يا أختي. الله يبارك فيك يا أحمد. أنا عمري ما قصرت رقبتك أبداً. اوعى انت تقصر رقبتي تمشي ورا ابوك. ايوه يا احمد، مش عايزين محروس يعرف عنهم حاجه، لا قاعدين فين ولا عملوا ايه ولا ساكنين فين ولا اي حاجه. لا يا اختي، واحنا بنسرق؟ لا لا لا، كده صح، الحاجه عندها حق، الراجل ده مؤذي ومش هيجي من وراه اي خير.
جبت الفلوس دي كلها منين؟ ايه ده فلوس ايه؟ الفندق ده الليله هنا بكام؟ يا ستي وايه انت هتمسكي وزير ماليه من دلوقتي؟ عايز اعرف قول. اقول ايه بس يا سكره؟ ده فندق على قد حاله مفيش حاجه. وبعدين ده كلها خلاص ليله ونروح. تعالى. يا خوفي منك يا كوثر. وبعدين بقى مش قلنا ننسى الموضوع ده بقى ونهدى؟ طب قالت لك ايه لما عرفت؟ يا ستي قالت كلمتين فارغين والله خلاص وراحوا لحالهم بقى بكره هتنسى. اهدي بقى.